هذا هو أسبوع القيامة. أحببنا أن نفتتحه بهذا الطهور المهيم بكم. قدها وبالمختصر المفيد بلش هاي المدرسة الحكومية مني وانت تعليم. احنا بالتالي
لنهرب المجتمع. كان لازم يكون عنصر إيجابي في المجتمع. أول ما كنت في بولندا في سنة 80 عملنا أول مخيم، عملنا اليوم الثاني مع الطلاب، مش اللي عملنا هناك عملنا برنامج تجاري. إنه الشاب أو الصبي اللي هنا اللي هو في الصف الثاني أو التاسع عملنا قائد على الطلاب الأصغر منه، طلاب ابتدائي. فنحن في تشويه بعض الأصعب اختارتنا لأن ما يوم عرفنا أن الاختلاف خراب، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف عطاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون المعتقد أبيضا كنت أم أسود. طبعا اليوم في هذه المدينة الثانوية هنالك من يستلم مقاعد الأمور مكان مدير المدرسة، فندعوك يا محمد رفعت رئيس مجلس الإدارة. رحب فيكم ضيفكم علي الشكر سيادتي، رحب بالأستاذ محمود شريف رمضان، رحب بالأستاذ موسى نامر، رحب بطه شناف. أهلا وسهلا فيكم بمدرستكم وبيتكم يعني مدرسة المدينة الثانوية. أتمنى الاكتفاء لا يعجبكم. أنا بدي أسلمكم المدرسة، المفاتيح المدرسة هي هذا هو نهجنا في المدرسة، ها هنا هي مش عبثا موجودة على الطاولة. قرآننا الكريم، سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مرحب فيكم إدارة مدين الثانوية الجديدة. طبعا كلياتكم هون لكم وظائف اللي هي تختلف عن بعض. احنا جاي علينا بكره رحله لطبقه العواشر والحداشات اللي هي على جبل الشيخ، مركزين الطبقات. المطلوب منكم انكم تتاكدوا من كل الطلاب مربين الصفوف عدد الحضور وشو صار بالدفع، شو صار بالموافقات، لانه بدنا كل شيء يكون مضبوط وما يكون في شيء ناقص بكره.